اهلا بيكم في كنبه شو. في اجيال من البشريه على مدار سنين طويله صدقت كلمه من 9 حروف، وبسبب الكلمه دي مات مئات عشرات الالاف من البشر، واتفككت الدول وسحقت الطبقات وانهارت قيم وقامت قيم بدلها، وكل ده بسبب كلمه واحده. كلمه واحده. الكلمه دي بسببها قامت حروب وانهارت اقتصادات واتظلمت شعوب من حيث لا تدري. الكلمه دي هي الديمقراطيه. بس دلوقتي خلاص فينيتو. البشريه هي عماله تكشف بشكل متسارع ان الكلمه دي او النظام الديمقراطي كان مجرد وهم وخديعه كبيره. وايوه العالم دلوقتي بيجهز حاجه بديله، ملامحها لسه مش واضحه، لكن اكيد هتكون حاجه غير الوضع الحالي. بس في حاجه كده هي اللي هتقلب الدنيا، هقول لكم عليها. امال احنا قاعدين نعمل ايه على الكنبه يعني؟ بس تعالوا الاول نعرف حكايه احتضار الديمقراطيه دي. دي حكايه كبيره على فكره. لحد القرن ال17 كان النظام الاقطاعي في اوروبا والعالم وبعد كده الراسمالي مهيمنين على حياه البشر، وهم عموما نظامين متقاطعين ومتداخلين يعني، ودي انظمه وحشيه فعليا. خلاصتها هي انه عدد صغير جدا من الناس بيستغل عدد كبير جدا من الناس استغلال بشع وهمجي، وده لتحقيق منافع للفئه القليله المستغله فقط. في مقابل ايه بقى للفئه الكبيره المستغله دي؟ ابدا. في مقابل بقائهم على قيد الحياه، استعباد بقى وسخره وظلم طبقي والكلام الكبير ده. بس حصل حاجات كتير جدا غيرت النظام ده، لكن اهمهم حاجتين. سنه 1789 قامت الثوره الفرنسيه بمفاهيم ثوريه عن حلم اسمه المساواه بين الناس. وبالمناسبه الحكايه دي استمرت سنين، مش في يوم وليله خلصت. وبعدها بقى قامت الحرب الاهليه الامريكيه حوالين سنه 1865، واهم نتائجها كان تحرير العبيد. وبرضو الموضوع خد في وشه سنين، يعني مش قعده كنبه هي. الثورات يا جماعه بتبين كرامات في سنين مش في ايام. المهم الحدثين دول بالذات، الثوره الفرنسيه والحرب الاهليه الامريكيه، كانوا وراء صياغه مفهوم حديث لنظام جديد حكم حياه البشر في القرنين اللي فات. النظام ده اللي حل محل النظام الراسمالي والاقطاعي، هو اللي بنسميه النظام الديمقراطي، او اللي بيسموه هم يعني، احنا مالنا يا عم. النظام الديمقراطي ده اللي كتير من المثقفين والنشطاء في مصر هيموتوا على تطبيقه في بلدنا البائس ده، هو اصلا بدا دلوقتي يحتضر في العالم اساسا. بالمناسبه الديمقراطيه كانت لها صور مختلفه في حضارات قديمه، وده من باب الدقه يعني. بس في القرنين اللي فاتوا لما انتشر في العالم مفهوم الديمقراطيه كان اساسا الهدف منه نبيل. نبيل، وكان مفكرين ومثقفين واصحاب نظريات وادباء وفنانين ومبدعين وسياسيين وثوريين وهلمه تاريخيه كبيره كده كانت بتقلها ورا صياغه ما يسمى بالديمقراطيه. عشان يحققوا ايه بقى في الاخر؟ ايوه هي المساواة في الفرص بين الناس. طب حصل ايه؟ المساواة حصلت بقى؟ لا طبعا، حصل ضحك على الدقون. هوب يا جدع، انت مواطن ولك حرية الاختيار وبتختار الحكومة، مفيش حد قدك بقى، انت اللي بتحكم بقى مواطن، حكم الشعب لنفسه والمواطنة والكلام ده. بس هوب برضو اصحاب الثروات بدل ما كان اسمهم اقطاعيين ورأسماليين بقى اسمهم رجال اعمال، وسمسار العبيد بقى بروكر، والعبيد اللي كانوا متسلسلين بالاستعباد والسخرة بقوا جماهير وترقوا بقوا مواطنين. بس مع مرور السنين اللي اسمهم جماهير ومواطنين دول لقوا نفسهم برضه مستعبدين، متسلسلين بالقروض والتهديد الوظيفي واللقصات والاستهلاك والدوران في ساقيه ما بتقفش، والانسحاق تحت سلم الاكاذيب في الاعلام وفي السينما والمؤشرات الاقتصاديه. كل الهدف من الاكاذيب دي هو استعبادهم لانتاج المزيد من الثروه لجماعه البيزنس بيبل دول. يعني المواطنين لقوا نفسهم عبيد برضه بس باسم شيك، مواطنين مودرن داي سلايفز، وبيستعبدوهم الفئه القليله برضه بس بصفه اكتر شياكه، رجال الاعمال. انما يا جماعه في حاجه حصلت في ذروه التقدم الاقتصادي والتكنولوجي وميجه الديمقراطيه دي، حاجة هتغير كل المنظومة دي، اللي هي ايه بقى؟ الانترنت. الانترنت يا جماعة، النظام الديمقراطي بتاع صندوق الانتخابات ده اللي بيتحكم فيه رجال البزنس محققش الديمقراطية الرومانسية بتاعت المفكرين لكل الناس في اي مكان في العالم. ايوان، الديمقراطية الرومانسية دي متحققتش فعليا غير في مكان واحد بس، الانترنت. انا بسام كمواطن غلبان يعني، وهو الرئيس او الملك او الملياردير او او او، كلنا قدام الانترنت اسمنا المواطن الرقمي، الديجيتال سيتيزن. الديجيتال سيتيزن ده هو اللي بعون الله هيقضي على خديعه صندوق الانتخابات اللي بيتحكم فيها الفئه القليله دي. الانترنت خلق نظره جديده للحياه عند الاجيال الجديده من البشريه، الطازه الفريش، حقق لها اللي مفيش حكومه حققته، مفهوم جديد لمعنى المساواه. لدرجه ان الامم المتحده بدات تدير احصاء سنوي في العالم مش للثروه ولا العدد المتعلمين، انما العدد المواطنين الرقميين، الديجيتال سيتيزنز. كم انسان في هذا البلد او ذاك ولد رقميا؟ الديجيتال سيتيزن يا جماعه بقى بحد ذاته مقياس لتقدم الامم. مش بس كده، ده الامم المتحده ادرجت في حقوق الانسان حق الانترنت كحق انساني لكل البشر. وبالمناسبه معلومه على الماشي كده، اللي اقترح ان الانترنت يكون ضمن حقوق الانسان هو طلال ابو غزاله، مفكر فلسطيني عظيم جدا، كان بيشتغل وقتها في الامم المتحده في فريق الانترنت للتنميه. وبقى الديجيتال سيتيزن ده هو معيار تقدم الدول للزمن القادم. فاحنا امام حاله احتضار للديمقراطيه بتاعه
نزاهة الانتخابات والكلام الفارغ ده. وبالمناسبة العظيمة دي احب اضيف لكم خبر ان ايلون ماسك هيطلق السنة دي يا جماعة ساتلايت يؤمن الانترنت مجانا للكوكب كله. الكوكب كله يا جدعان كله، يعني هنقول بقلب جامد باي باي بتوع الباقات اللي بتتبخر في فرجة فيديو واحد. يلا يا بزنس بيبل. بالمناسبة بتوع الباقات دول من الفئة القليلة اللي بتستغل في الفئة الكبيرة. يلا بالشفت، هيبقى الانترنت حق انساني زيه زي حقك في الهواء. اظن ده محدش هيقدر يشتريه ويتحكم فيه تقريبا. ايلون ماسك ينصر علمك يا اخي. ايوه علمك، ينصر علمك وكل علم بجد والله. باي باي يا ديمقراطيه نزيهة، واهلا بسلطه المواطنين الرقميين الديجيتال سيتيزن. هنحكم العالم، انا ديجيتال سيتيزن. انت ديجيتال برضه؟